فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا مع سنن النسائي، كتاب تحريم الدم. اختلف على أبي إسحاق قال إذا أبقى العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه. قال عن جرير بن عبد الله البجلي، وأسانيد كلها صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبقى العبد إلى الشرك فقد حل دمه، وفي رواية أي ما عبد أبقى إلى الأرض الشرك فقد حل دمه، وأيضا في رواية عن جرير قال أيما عبد أبقى إلى أرض الشرك فقد حل دمه، وهذا أيضا في رواية عن عامر عن جرير قال أيما عبد أبقى من مواليه ولحق بالعدو فقد أحل بنفسه، يعني الآن حل دمه بذلك. رضي الله عنك وإيمان، أحسن الله عليكم جميعا. قال فقد حل دمه، حل دمه. فالعبد كما قلت إذا قام بطاعة الله جل في علاه وأدى حق مواليه فله الأجر مرتين، أما إذا أبقى وذهب إلى أرض الكفر فقد مكن سيده منه فقد حل دم. والبعض يأخذها على الظاهر ويقول بأنه بذلك يكفر، وحقيقة الأمر أن هذا حد له القتل لكنه لا يكفر. الحكم في المرتد، رضي الله عنكم جميعا، وهذا مهم، هل حد الرد حد أم لا؟ وحقيقة الأمر بين الفقهاء هناك خلاف، وإن كان ضعيفا لكن هناك خلاف، هل الرد لا حد أم لا؟ نعم. روى المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر أن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. وهذا لأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وفي رواية لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: أن يزني بعدما أحصن يرجم للموت، أو يقتل إنسانا فيقتل به، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. النفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وروى المصنف عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من بدل دينه فاقتلوه. وعن عكرمة أن ناسا ارتدوا عن الإسلام فحرقهم بالنار، فقال ابن عباس لو كنت أنا، يعني مكان علي بن أبي طالب، لم أحرقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بالنار أحدا، ولو كنت أنا لقتلتهم. قال رسول الله من بدل دينه فاقتلوه. وفي رواية عليكم السلام أيها النبي الكريم من بدل دينه فاقتلوه. وفي رواية عن الحسن مرسلة، وهي طبعا صحيحة بالروايات التي سبقت، من بدل دينه فاقتلوه. وعن أنس أيضا من بدل دينه فاقتلوه. فهذه روايات كلها على الردة، وأن من بدل دينه فاقتلوه، وجمهور أهل العلم يرون بأن المرتد يقتل، هذا أصله. فالمرتد يقتل، واختلف العلماء في ذلك، وطبعا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقال خرج عن الإسلام فيقتل. فاختلف العلماء هل يستتاب أو لا يستتاب، فالجمهور قالوا يستتاب، لأن عمر بن الخطاب قال لو حبستموه 3 أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفا، فقالوا يستتاب 3 أيام لعله يرجع، فإن لم يرجع يقتل. وقال بعض المحققين لا يستتاب، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه دخل على أبي موسى الأشعري ومعه يهودي، ووقف فألقى إليه تكرمته لا يجلس، قال من هذا؟ قال يهودي أسلم وارتد عن دينه. قال والله لا أجلس حتى تحكم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم.
أو حتى يطبق فيه حكم النبي صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه، قام فأخذ السيف فقتله، ضربه بالسيف ضربة فقتله. والأرجح من ذلك أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأما من احتج واعتل بقول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإن هذا خرج مخرج التغليظ وما خرج مخرج التخيير. وكيف يخيرهم بأمر قد أرسل الرسل لمحوه؟ فالصحيح أنه خرج مخرج التغليظ. فلذلك المحكم عندنا هي قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وآخر رواية في الباب وهي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى اليمن ثم أرسل معاذا بن جبل بعد ذلك، فلما قدم قال أيها الناس إني رسول الله إليكم، فألقى له أبو موسى وسادة ليجلس عليها، فأوتي برجل كان يهوديا فأسلم ثم كفر، فقال معاذ لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات، فلما قتل قعد. شوف هو أراد قال لن أقعد حتى يطبق فيهم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن مصعب بن سعد عن أبيه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على 4 نفر، امرأتين، وقال اقتلوهما إن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل، سبحان ربي العظيم، وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح. فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فقالوا تعلق بأستار الكعبة، قال فاقتلوه. فاستبق عليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله. وقال مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم يعني عاصف، فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم استغفر الله لا تغني عنكم شيئا، يعني أخلصوا لله وحده لا شريك له، سبحان الله. فقال عكرمة والله إن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما. الله أكبر والله الحمد، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي الصرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه 3، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد 3، ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعتي فيقتله؟ قالوا وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة عين. الله أكبر. الأولى معاذ بن جبل ما رضي معاذ رضي الله عنه وأرضاه بالجلوس إلا أن يطبق حكم الله جل في علاه، حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لا أقعد حتى تقتله، وقتلوه من بدل دينه فاقتلوه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دماء 4، عبد الله بن خطر، عكرمة بن أبي جهل، مقيس بن صبابة، وعبد الله بن صرح بن أبناء بالصرح مع 2، ففر عكرمة فر، وعبد الله بن صرح أتى به عثمان بن عفان، فبعد معاودة بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عكرمة فر إلى البحر، ولما كاد يغرق رفع يديه داعيا راجيا اللهم أنجيتني من ذلك لأكونن يعني أذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن خطر ابن خطل وجدوه متعلقا بأستار الكعبة فقتلوه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله حل له مكة ساعة من النهار، ولا تحل لأحد قبل النبي
صلى الله عليه وسلم ولا بعد، لم تحل لأحد قبل النبي ولا تحل لأحد بعده. ودخول عبد الله بن أبي الصرح يعني عثمان وهو يشفع له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل، وقال ليس منكم رجل رشيد يرى أنني قبضت يدي عن هذا الرجل فيقوم فيقتله، ومعناه تحقق مراد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان غلبة الظن بأن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قالوا لو أشرت إلينا بعينك، قال ما كان النبي أن تكون له خائنة أعين. دلالة واضحة جدا على الصدق والإخلاص وعدم المراوغة وعدم التغرير. ولذلك العلماء قالوا هنا أن قتل الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين أو يسب الله هذا ردة، قتل ردة ليس قتل حد، يعني يقتل مرتدا. وقد قال العلماء وإن تاب يقتل حدا، يعني في حالتين لابد أن يقتل، لأنه بالسب والتنقيص والاستهزاء يكفر فيقتل ردة، فإن تاب وأناب فإن الله يقبل توبته، لكنه لا يسقط عنه حد النبي صلى الله عليه وسلم، حد سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق النبي لا يصح أن يسقط. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.